السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم. في البداية أحب أشكر مجموعة فائدك متمثلة في دكتور رشا، يعطيه ألف عافية على المبادرة، يعطيه ألف عافية على النصائح، جدا جدا كانت مفيدة. جعل الله في موازين حسناتها وموازين القائمين على فائدك. يعطيكم العافية جميعا، حضوركم يعني جدا جدا أسعدنا، وبيخلينا نقدم الأفضل بإذن الله. طبعا الكل عارف انه لو الاغلبيه دخلت تخصص هو مو عارف هل التخصص هذا مناسب له ولا مو مناسب. الاغلبيه يمكن دخلت تخصص هو مو عارف عنه شيء، يمكن مو حاب التخصص كبدايه. بنعرف ان شاء الله في يعني واحنا داخلين في محاور العرض حقتنا ان شاء الله بنعرف انه هل لازم اصلا احب تخصصي ولا لا عشان اقدر ابدع فيه. وإيش معنى الصيدلة؟ وإيش قاعد أدرس أنا في الصيدلة؟ إيش المتوقع مني؟ وكيف أبرز نفسي في هذا المجال؟ محاور العرض إن شاء الله حتكون عن معرفة مسارات الصيدلة الدراسية وتحديد الفروقات بينهم. بعد كذلك حيكون عندنا المحور الثاني المقررات الدراسية الأساسية في الصيدلة. وأخيرا بنعرف إنه ترى الآن وأنا طالب صيدلة حبدأ محطتي كصيدلي ممارس من وأنا في مقاعد الدراسة، وبنعرف هذا الموضوع لاحقا. يهمني جدا قبل ما أبدأ أي برزنتيشن أن يعطي جرعة تحفيزية، جرعة إلهام. طيب، وأنا دائما يعني أحرص على هذا الشيء. عندنا إن شاء الله جرعتنا التحفيزية الملهمة أنه عليك أن تفعل الأشياء التي تعتقد أنه ليس باعتقادك أنك سوف تفعلها. أنا بالنسبة لي أعتقد هي هذه أكثر شيء بنيت عليه كل مغامراتي في الصيدلة وخارج الصيدلة. إذا كنت فعلا أنا أبغى أبرز نفسي في أشياء كثيرة في حياتي، في مشاركاتي في المؤتمرات، مشاركاتي التطوعية، وحتى أعلى الجريدات اللي جبتها في الجامعة كانت بنيتها على هذا الشيء. كنت إذا الشيء اللي أعتقد أن أنا والله ما راح أقدر أسويه، والله مثلاً لما أكون منظم في مؤتمر حيكون جداً صعب علي، كيف أخترط مع هذول الناس، مثلاً كيف راح أتطوع وأشارك مع زملائي اللي هم أحسن مني في هذا المجال، كيف ممكن أجيب A بس في هذه المادة اللي هي صعبة والناس تقول الدكتور معقدها. كنت دائماً أحط في بالي أنه الشيء اللي أنا المفروض في داخلي ما راح أقدر أسويه لازم أفعل كل الأسباب عشان أقدر أسويه. حنبدأ إن شاء الله في محور العرض الأول اللي هو معرفة مسارات الصيدلة الدراسية والفروقات بينهم. إحنا في عندنا مسارين لا ثالث لهم في الصيدلة. المسار الأول وهو يسمى صيدلة عامة، علوم صيدلية، أو بعض الكليات مجازا تسميه فارم بي، تمام؟ وهذا المسار الشامل والعام الصيدلي هنا أو طالب الصيدلة لما يدرس المقررات هذه حتكون كلها يعني زي ما تقول حياخذ من كل بحر قطرة، تمام؟ ويغلب عليها الجانب اللي يخص اللي هو المصانع ويخص اللي هو العمل في الشركات الدوائية، تمام؟ هذا بشكل عام اللي هو المسار الأول، تمام؟ طبعا المسار اللي نتكلم عنه زي ما هو موضح انه هذا ترى مسار فقط في البكالوريوس، ما لنا شغل لا في الماجستير ولا في الدراسه الدكتوراه. بالنسبه للمسار الثاني اللي هو دكتور فارماسي، دكتور صيدلي، او الرمز اللي استخدم اللي هو كريدنشال اللي هو الفارم دي. طيب ايش الفروقات بينهم؟ الفروقات كفروقات دراسيه أن الدكتور الصيدلي المقررات الكلينيكية فيه كثيرة، بالإضافة أن فيه سنة امتياز. يعني المسار الأول عبارة 5 سنوات، المسار الثاني 6 سنوات، السنة السادسة هذه حتكون سنة امتياز، سنة تطبيقية، تمام؟ بالنسبة للمهارات اللي بتضاف له الشخص اللي عنده اللي هو الفارمدي أو داخل مسار الفارمدي هي مهارات كلينيكية بحتة تساعده أنه يكون أو تسقل شخصيته كممارس صيدلي إكلينيكي بعد ما يتخرج ويلتحق بالدراسات العليا. طبعا في لما نخش على الدراسات العليا في عندنا مسارين، يا هو ماجستير صيدلي إكلينيكي او ريزيدنسي، واللي هي مش محور حديثنا، لكن يهمنا جدا انه
الاخطاء اللي الاغلبيه يقع فيها انه الشخص دخل فارم بي انه حيكون على طول كلينيكال فارماسيست وانه حيكون في الراوند. طبعا هذا الشيء خاطئ تماما. بعد ما ينهي مسيرته الدراسيه حيكون مجالات عمله نفس مجالات عمل اللي هو اللي داخل علوم صيدليه. فيعني ما في فرق في المجالات الوظيفيه واللي حيتكلم عنها زميلي عبد المجيد الدكتور عبد المجيد الشهراني. طيب بالنسبه للمحور الثاني اللي هي المقررات الدراسيه في الصيدله. الصيدله عندنا عباره عن 5 فروع. طبعا انا كل ما انتقل المحور بحاول اشوف الرسائل اذا في اي مشاكل او شيء عشان احاول اتفاداها. طيب بما ان الامور تمام بكمل. الصيدله عباره عن 5 فروع او 5 اركان تتفق عليها جميع الكليات اللي بتدرس التخصص اللي هو الصيدله، سواء كان مسار عام صيدله عامه او علوم صيدليه او اللي هو دكتور فارماسي. تمام. في عندنا علم العقاقير، وفي عندنا الكيمياء الصيدليه، وعلم الدواء، والصيدلانيات، والصيدله الاكلينيكيه. بعطي بس شيء مبسط عن ال5 علوم هذه فيما يخص الاصطلاحات هذا. بالنسبه للعقاقير هو العلم الذي يعنى بالنبات بمصدر الدواء الاساسي. طبعا زي ما احنا عارفين انه الدواء الاساس في مجمله هو اصلا اللي بنى عليه علم الصيدله والدواء بشكل عام اللي هو النبات اللي هو المصدر الطبيعي حقها. فالمصدر الطبيعي هذا في هذا العلم سيدرس بشكل كامل. تمام. وبنعرف كيف يعني لما نعرف احنا انه المصدر الطبيعي للدواء الدواء هذا مو شرط انه حيكون كل البذره كامله كل النبته كامله، لا حيكون جزء منها عباره عن يقول ساق ولا جذور او غيرها. سو في العلم هذا بنعرف وش الماده الفعاله في النبته كلها وحيتم دراستها باستفاضه. بالنسبه للكيمياء الصيدليه احنا زي ما احنا عارفين انه النبتة في أصلها لما نأخذ منها المادة الفعالة يمكن لو نبغى نجمع نحصل فقط على 1 كيلو من المادة الفعالة من النبتة في بعض النباتات أنا بحتاج منها طن، بعضها طنين، بعضها يمكن 3. فكوني بحصل عنها من مصدر طبيعي وأبدأ أعالج فيها الناس صعبة جدا. فجت الحاجة لمعرفة الكيمياء الصيدلية اللي أنا أبغى أعرف وش أساس المادة الفعالة اللي عندي من ناحيه كيميائيه عشان اقدر اصنعها في المختبر. هذا اللي بيعنى فيه اللي هو مجال الكيمياء الصيدليه. بالنسبه لعلم الدواء، علم الدواء فيها جانبين. الجانب الاول اللي هي تسمى الفارماكوديناميك اللي هو تاثير الدواء على الجسم، يعني تاثيره الاكلينيكي، يعني يرفع الضغط ينزل الضغط يخف الوزن يزيد الوزن. تمام. او تاثير الجسم على الدواء اللي هي الكاينتكس اللي هو عندنا فيها الابزوربشن هو الامتصاص، الديستريبيوشن هو توزيع الدواء داخل الجسم، وفي عندنا الميتابوليزم اللي هو الايض، وفي عندنا الاكسكريشن اللي هو خروج الجسم من الدواء. تمام. العلم هذا كله حيبنى على الشيئين هذه وكيف تتم داخل الجسم ومرات حتى في خارجها، لانه كل العلوم بنت في الاخير على اشياء خارج الجسم، اشياء مخبريه ثم انتقلت الى اعزك والله جميع اللي هي الحيوانات ثم انتقلت الانسان. بالنسبة للصيدلانيات بعد ما أنا عرفت كل شيء عن الدواء هذا نجي للشكل اللي بيروح للمريض. كيف الشكل هذا بيروح؟ هل هو عبارة عن حبوب، عبارة عن حقن، أو أي كانت. فطريقة وصولها للمريض وتشكيلها هذا العلم اللي بيعنى فيه في قسم الصيدلانيات. بالنسبة للصيدلانية الإكلينيكية وهي آخر محطة بيروح لها الدواء وهو للمريض، هنا بيعنى فيها في الصيدله الاكلينيكيه. بمعنى الدواء كم المفروض انه يستخدم، طريقه استخدامه من ناحيه اللي هو الادهيرنس للبيشنت وانشاء اللي هي الجايد لاينز اللي احنا قاعدين نشوفها، كل هذه الاشياء حتعنى في علم الصيدله الاكلينيكيه اللي هي الممارسه الاكلينيكيه. وهي طبعا مش متخصصه فقط في 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 ممارسه كلينيكيه، ولكن ايضا حتى الفارماسي براكتس، بدايه من انشاء الصيدليات في المستشفيات. تمام. الى ان ياخذ المريض الدواء
وحتى بعد ذلك لما يرجع مره ثانيه للمستشفى هذه كلها تعنى او كلها مضمونه تحت الصيدله الالكترونيه. تمام. طيب بالنسبه للاسئله حتكون ان شاء الله في اخر المحاضره. يعطيكم العافيه على اهتمامكم. الان في عندنا عده اشياء ودنا نناقشها، يعني ودي اني اعرضها عليكم، ثم بعدين لو تاخذون النوت بسيطه ونقدر نناقشها سوا. في عده اشياء تجي لبالنا لما احنا كنا في مقاعد الدراسه، اللي هي كيف ممكن انا اتميز اتفوق في دراستي؟ هل فقط بركز على مسيرتي الدراسيه واترك اي شيء ثاني؟ ما في عندنا جوانب بتطلع الواحد من المود هذا اللي دائما دراسه دراسه واللي يمكن يتعب الشخص في مسيرته الدراسيه اللي تستمر لخمس او ست سنوات؟ هل في شيء ثاني ممكن امارسه؟ هوايه؟ تطوع؟ هل المعدل دائما مهم؟ وكيف ممكن اذاكر؟ انا عندي اكثر من ماده في اليوم، عندي كوز بكره، عندي كوز بعد بكره، طريقه مذاكرتي هذه تختلف عن الثاني، كيف ممكن اني اقدر اركز واقدر احاول اجمع اعلى الدرجات؟ طيب ممكن نجي للشيء اللي يعتبر طامه للكل، اللي طيب لو رسبت ايش ممكن اسوي؟ هل من الضروري اني انا احب تخصصي عشان اكمل في دراستي؟ وكيف ممكن احبه؟ هعرض على كل نقطه بشكل بسيط ونخلي باقي النقاش. بالنسبه لكيف كيف اتميز واتفوق في دراستي، من واقع خبره شفت بالنسبه لي ولزملائي اللي كنت معاهم، التميز والتفوق في الدراسه، طبعا لو نرجع للسلايد بس لاني حقعد فيها شوي، بالنسبه للتميز والتفوق في الدراسه بشكل كبير بيعتمد على حضورك المحاضرات. يعني دائما احب لما كنت في الجامعه احب اشوف اللي حولي، احب اني اقارن، احب ان اشوف الشخص هذا لما كان متميز كيف كان حضوره. شريحه كبيره منهم جدا اللي حصلوا على درجات عاليه كانوا هم من اكثر الناس حضور المحاضرات، حتى لو كانت المحاضره في، يعني طبعا ما راح نجيبها من الجانب اللي هي الجانب اللي هو انه المحاضرات دائما متكامله وانه في كل مره حتكون المحاضرات يعني على رتم واحد، وطبعا هذه كلها بتعتمد على الدكتور، بتعتمد على اللي هو الحاله اللي فيها الطالب هل هو مركز معاه ولا لا، بس حضورها دائما مهم. ليش؟ لانه مرات الدكتور يقول لك ترى هذه النقطه مهمه، هذا ترى ممكن يكون سؤال في الاختبار. هذه الاشياء انا بالنسبه لي شخصيا فادتني كثير، اني انا اقدر اطلع من محاضره واحده بثلاث اربع اسئله في الاختبار، سواء كان كوز او اختبار نهائي، فحضور المحاضرات جدا مهم. الشيء الثاني قدر الامكان اذا 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 رجعت البيت اني اخلص كل محاضره محاضره. ممكن البعض يقول صعب، اضغط على نفسك لو ما ترجع البيت الا بس تقرا المحاضره حيكون جدا كافي، حتى تروح للذاكره للذاكره اللي هي على المدى البعيد عندك، وصدقني لما ترجع تقراها لاحقا قبل الكويز حتلقى نفسك انت متذكر المكان اللي قراتها فيه والصفحه هذه، ودائما حاول انك ايش تلون وانت قاعد تكتب. الشيء الثاني اللي هي طبعا هذه حتكون ميكس ما بينها وبين كيف اذاكر، انا دائما كنت احب اكتب، يعني حتى لو الدكتور مثلا كان يجيب اللي هو هاند اوت معه، كان يكون عنده برزنتيشن، كنت دائما احب اكتب الكلام اللي يقول او على الاقل اشياء مهمه، لانها حتخليها ترسخ بالي اكثر. وهذا الشيء بدا اطبقه اذا انا في معلومه استعصت علي، فرضا في عندي ميكانيزم بالنسبه للدواء كان غثيت عندي وكنت يعني ما احبه، كنت احب اكتبه اكرره تقريبا 10 مرات، حلقى نفسي تلقائيا وانا قاعد استذكر معلومه، قلت ترى هذاك اليوم انا كنت قاعد كاتب المعلومه هذه 10 مرات، وقاعد وفعلا راح تتذكر بالضبط ايش اللي انت كتبته. فدائما حاول انك تسوي ملخص لنفسك، الملخصات اللي قاعد تسويها لنفسك حتسهل عليك جدا 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 في وقت اختبار. بالنسبه ايضا لطريقه المذاكره، انا زي ما قلت لكم انا كنت اعتمد على طريقه اللي هي الكتابه، في ناس فيجوال فتحب هي يعني دائما تتذكر، دائما تحاول تربطها بصوره، فهذا الشخص جدا 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 لازم عليه يحضر كل محاضره. طبعا النصيحه هذه للجميع، انه لانه انا مرات كنت اتذكر المحاضرات او كنت اتذكر معلومه، بقول الدكتور اذكر ذاك اليوم كان واقف في المكان لما شرح المعلومه هذه،
فالشخص الفيجوال لازم يحضر يعني المحاضرات عشان يقدر. ايضا المذاكره الجماعيه جدا مفيده. الشيء الثاني، اذا كان عندك زملاء تعرفهم او حتى لو ما تعرفهم، حاول تتعرف على الزملاء اللي كانوا اكبر منك، لانهم حيساعدوك في معرفه طريقه المذاكره وايضا طريقه الاسئله اللي جاب عليها الدكتور في هذا المقرر. طيب، هل دائما المفروض نركز في دراستنا ونلغي الاشياء الثانيه؟ طبعا هذا الشيء بالنسبه لي انا اشوف انه خطا، ويمكن انا ما بدات عملي التطوعي في الجامعه الا لما تعديت اللي هي السنه الثالثه، وكان باقي لي سنتين. ندمت جدا اني ما بديت من السنه الاولى، من اول يوم لي في الجامعه، في اي فرصه تطوعيه دخلت فيها. كانت جدا 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 مميزه بالنسبه لي، تطلعك من الجو اللي فيه، تنقلك الخبرات يمكن انت ما تتخيلها ابدا، او حتى في دراستك ما راح تاخذها. يكفي انك انت بعض الاعمال التطوعيه انها راح تنقلك للمجتمع على طول، حتكون انت في مواجهه المجتمع، فحتضطر انك او انت تبغى انك تحاول تربط المعلومه هذه او تقدمها بشكل مبسط جدا للمتلقي، وهذا تحدي كبير جدا. اغلب المواد اللي احنا قاعدين ندرسها في الجامعه عباره عن مواد باللغه الانجليزيه، وحتى لو بقى ترجمها تترجم المصطلحات صعبه، كيف انا اقدر انقلها للمريض؟ انا اللي فرق معي في الشيء هذا لما دخلت في الاعمال التطوعيه وشاركت في الميدان، سواء كانت في مولات ولا كان في ممشى، لما كنا فعلا ندخل مع المجتمع. فارقه جدا جدا في مستواك الدراسي، حتحسن مستواك الدراسي اصلا. فانا اشوف اللي يقدر او عنده فرصه في كليته في جامعته في الاعمال التطوعيه يشارك فيها، ولا يعني ولا يتردد عشان والله انا خايف على دراستي. فعلا دراستك هي حتكون في المقام الاول، وحاول انك توازن ما بين التطوع وما بين الدراسه. ولو مثلا اضطريت انه في هذاك اليوم حيكون عندك عمل تطوعي والاختبار، طبعا اكيد تروح الاختبار، بس انه دائما خلي عمل التطوعي شوي يغير من المود الدراسي عندك، وحتلقى ايضا مقوي لك السيره الذاتيه تبعتك، وحتلقى ايضا حسن من مهارات التواصل مع الناس، واكسبك علاقات قويه. بالنسبه للمعدل المهم، طبعا المعدل مهم جدا، تمام. في ناس قد تحاول، اذكر المثل اللي الدكتور يوسف عزير الله يجزاه بالخير لما كان عميد كليتنا، كان يقول هذا عباره عن المفتاح اللي تفتح به لكل ابواب الدنيا قدامك. طبعا الكلام هذا ما ودي برضه يكون محبط للاشخاص اللي مثلا معدلهم ناقص، لا، المعدل مهم يعني انك تحرص عليه وتحرص انك ترفعه، لانه هو اللي حيفتح لك بعدين كل الابواب، سواء كان في الدراسات العليا، سواء كان في بعض الوظائف وليس 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 اغلبها. وحتلقاه يعني في كل مكان حيقول لك اكتب معدلك كم، معدلك كم، معدلك كم، معدلك كم. حتبدا السؤال هذا دائما في بالك، بس لا تخلي محبط لك لو كان معدلك ناقص. المعدل دائما مهم، لكن لو كان معدلك ناقص تقدر تعوض بها فيها باشياء ثانيه زي ما ذكرنا، تطوع ايضا بدورات تدريبيه، حي يلغي لك الشيء هذا، حينقصه من اهتمام مثلا حتى في الامور الثانيه، والاشياء اللي عندك السكيلز حتبرز الشيء هذا. طيب، لو رسبت، اعتقد السؤال هذا يمكن الاغلبيه يقول انه يعني شيء محطم، ممكن بعضهم يترك الصيدله ويقول انا جاب للصيدله لو 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 رسب. انا بالنسبه لي كشخص اتحدث عن الان امامكم جميعا، يمكن البعض يعرفني من تويتر والاشياء هذه كلها، وان الشخص هذا كامل، والشخص هذا من يوم في الصيدله وهو يعني ابد ما ينقص عن الاي والاي بلس، حملت مادتين في مسيرتي الدراسيه. طبعا الحمد لله انا ما كانت في الصيدله، كانت في السنه التحضيريه. واعتقد انه في الفتره هذيك اللي عملت فيها مادتين هي كانت تغيير جذري بالنسبه لي في طريقه دراستي، في طريقه تفكيري، وفي اصراري اني المعدل اللي فعلا سعيت له بعد ما حملت المادتين بترم هو اللي وصلت له لله الحمد بعد ما تخرجت. قلت انا ابغى اوصل المعدل هذا، كان معدلي في هذيك الفتره يمكن 3.5، قلت انا ابغى اتخرج معدل 4، وبالله الحمد تعديت ب4 وزيد عليها.
لا احد ابدا يتحطم بسالفه الرسوب. انا بالنسبه لي اعتبر الرسوب او الاخفاق هي محطه نجاح، محطه بدايه النجاح، عشان نكون يعني دقيقين. طيب، هل من الضروري اني انا احب تخصصي عشان اكمل دراستي فيه؟ طبعا لا، مو شرط، مو كل لو بعدين حتشوف انه حتى في مجالاتك اللي بعد الدراسه مو لازم انك تحب شيء عشان تكمل فيه، تمام؟ لكن انت تقدر تحب الشيء هذا، تقدر تحاول تربطه. مثلا انا لو مثلا انا هاوي تصميم، تمام، اقدر اربط تصميم بالصيدله وحشوف اني انا بحب الصيدله فيه. في بعض الناس يحبون الشعر، وانا قد شفتهم وزملائي صيدله، فما شاء الله عليه ربط الشعر بالصيدله، تلاقيه يعني يجيب اشياء يمكن البعض يشوفها مضحكه، لكن هو قاعد يستمتع فيها. في ناس تحب الكتابه، في ناس تحب الالقاء، تحب تطلع قدام الناس، تحب الفن اللي هو الخطابه، فلقت نفسها في المؤتمرات، في تقديم المؤتمرات، في الاعمال التطوعيه زي ما ذكرنا. حلاق الاعمال التطوعيه دائما تحاول تبرز فيك او تحاول تسقل فيك خصله مميزه فيك، وحتلاقي نفسك تحب تخصصك بسبب انك قاعد تسوي الاعمال التطوعيه. انا بالنسبه لي حبيت تخصصي بعد ما جربت اللي هو التطوع. ننتقل للمحور الاخير، اقدر اقول انك انت من الان صيدلي. كيف يعني انت صيدلي؟ يعني انت عليك مهام، يعني انت الان المفروض انك تمثلها خير تمثيل وتكون سفير لها، تمام؟ انت الان على اول عتبات الصيدله. انت الان تعتبر بالنسبه لي والكثير من الاكاديميين وكثير من الممارسين ان انا على اعتاب الصيدله، انا هذه بدايه محطتي كصيدلي، لازم ابني فيها نفسي كصيدلي متفوق ومتميز دائما. لازم احاول قدر الامكان اني اساهم في دحض الاشاعات المتعلقه باستخدام الخاطئ للادويه وخلطات العشبيه، بس ما اسويها من راسي، لازم تكون مستنده على ادله وبراهين علميه. في المرحله هذه وقريب من مراحل التخرج، تمام، لا تستحي من كلمه ما ادري، لا اعلم، I don't know. طيب، او اني انا ترى والله المعلومه هذه مو عندي حاليا فراح ابحث عنها. خليك دائم المعلومه هذه ببالك، يمكن راح تشوف اللي حولك بيثبطك في لما تقول الشيء هذا، يقول لك يا اخي انت دارس صيدله على وشه، والثاني يقول لك يا اخي انت الدواء هذا ما تعرف استخدامه، طيب انت ليش دخلت صيدله اصلا؟ وحتلاقي كلام كثير، كلام يعني من لا هو لا لاول ولا لتالي. في الاخير انت في مراحل الدراسه، انت كل يوم قاعد تتعلم، وحتى بعد ما تتخرج حتلاقي نفسك انت كل يوم قاعد تتعلم شيء جديد. فلا تستحي ابدا من كلمه ما ادري، حاول دائما 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 احرص عليها. انا ما ادري، انا ببحث عنك معلومه هذه. يمكن وبرضه يمكن الكثير بيلاحظ انه في فتره الدراسه حتلاقي اهلك او يمكن اللي حولك مرات حيثقوا فيك كثير، حيقول لك، حتلاقي نفسك كذا يعني ابد ودك تلبس اللابكوت في البيت تقول يلا اعطوني اي استشارات، بس من كثر ما مو قاعدين يسالونك. انا كنت صراحه من النوع هذا والله الحمد، كانوا علي كل ما عندهم اي استفسار سؤال يسالوني، فكنت احب اني يعني اطلع على اي شيء جديد، احب اني اقرا، احب اتعلم، لاني احب افيدهم واحب دائما اوصلهم المعلومه الصح. طور نفسك بكل ما هو جديد في عالم الصيدله، ولا تقتصر على كل ما يتم تدريسه لك داخل الكليه. مو اللي قاعد تاخذه في الكليه كثير قالوه وانا منهم، تقريبا حيمثل 30% من اللي بتستفيده على ارض الواقع لما تخش في اي وظيفه. حتلاقي كله عباره كان على شيء بناء، زي ما قلت لك او زي ما قلت لكم جميعا، هي عباره عن علم، عباره عن بحر قاعد تاخذ منه قطره بس. فلما تخش مثلا في اي مجالات الصيدله بعد كذا، حتحتاج فقط جزء من اللي درسته وحتتعمق فيه، فحتشوف الباقي كله عباره عن دش خدته كان فقط لمعلوماتك انت، وعشان يبنيك كصيدلي متكامل. احب الجمله هذه، ما يقول الصيدلي جوكر. الصيدلي بالنسبه لي فعلا 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 جوكر، لانه حيكون دارس كل الاشياء اللي اتوقعها وما اتوقعها،
وفي الاخير اللي بحتاج جزء منها بسيط، لكن انا حيكون يعني عندي جزئيه باك جراوند بسيطه من كل العلوم اللي درستها في الصيدله. انا اشوف انه مرحلتك في الان وانت على وانت على مقاعد الدراسه هي افضل مرحله لك انك تبني سيره ذاتيه. لا تقول والله اذا تخرجت انا بسوي سيره ذاتيه، لا، ابنيها وانت في مقاعد الدراسه. اشترك في دورات، اشترك في اعمال تطوعيه، لو في جوائز ممكن تشارك فيها اشترك فيها، احصل عليها. لما تحصل على معدل عالي جدا حتخش في قائمه العمل الشرفيه، حتفيدك في السيره الذاتيه. بحث ثم بحث ثم بحث. يعني انا من الاشياء اللي متحسفت عليها ان ما كنت ايام الدراسه اني ما كنت احرص على المجال هذا، ما حرصت عليه الا بعد ما تخرجت. والله الحمد حاليا بعد ما صرت يعني اقول للطلاب الشيء هذا والطالبات انه احرصوا على البحث، شفت ما شاء الله تبارك الله الناس تخرجت من الجامعه وهم طلاب وعندهم بحث وبحثين، مو بس سووا منشوره. فابن سيرتك البحثيه ايضا وانت في مشارف الجامعه وانت على مقاعد الجامعه، لانه حتكون كل السبل بالنسبه لك ميسره، الدكاتره كلهم حولك، السبل والوسائل حتكون جدا سهله بالنسبه لك، حتكون اسهل لما تطلع برا المجال هذا، لما تطلع برا الكليه. في الاخير انا البيت هذا جميل جدا وبشارككم اياه، وانا شفت اعتقد قصيده كامله تتكلم عن الصيدلي. انا يا قوم معتز بذاتي، ويكفي الفخر، ويكفي الفخر، ويكفي الفخر باني صيدلاني.